فموسى الذي رباه فرعون مؤمن وموسى الذي رباه جبريل كافر. سيدنا موسى هنا غادي يعرف بلي انه ماشي قدام رجل عادي. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. غادي ياخذوا السيوف في يديهم وغادي يلقي عليهم مولانا واحد الضباب باش ما يعرفوش الاقرباء ديالهم ولا الانساب ديالهم ويقتلوا هذوك المشركين، علما انه الدجال لما غادي يوقف قدام اسوار مكه والمدينه غادي يشوف ملكين. واش عمركم سمعتوا بالسامري؟ شكون هو؟ شكون اللي رباه؟ وشنو علاقته مع المسيح الدجال؟ القصة ديال اليوم تذكرت في جميع الأديان وختمت مع خاتم الأنبياء. قصة اليوم عجيبة، خصوصا وقعت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل. تبعوا معي الحلقة إلى الآخر باش تعرفوا تفاصيل هذه القصة القرآنية العجيبة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. كدائما وابدا يشرفني انني نقرا الرسائل ديالكم طيبه والتي تدل على رقي اخلاقكم. ما نطولش عليكم اكثر وخليوني نذكركم، اذا عقلتوا اخر مره كنت سولتكم واحد السؤال، اشنا هو اسم ثاني مسجد في الإسلام؟ وصراحة ماشي كل شيء جاوبني بجواب صحيح، بحق هذا يدل على أنكم كتجاوبوني بصدق. أنا غادي نجاوبكم واحد الجواب مختصر على هذا السؤال وباش تكون عندكم أيضا فكرة. فالمسجد النبوي هو ثاني مسجد اللي تبنى من بعد النبوة، والمسجد الأول هو مسجد قباء واللي بناه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في منطقة قباء واللي هي واحد القرية اللي كاينة خارج المدينة. أما المسجد النبوي فقد تبنى في شهر ربيع الأول من العام الأول لهجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دابا كنظن بلي أنه عندكم الجواب نتاع هذا السؤال. أما سؤال حلقتنا اليوم ما يمكنش ما تعرفوش، ولكن ماشي مشكل اذا غلطتوا. من هو اول من سمي باحمد؟ انا كنتسنى باش نقرا التعليق ديالكم لتحت، ما تنساوش. المهم لنبدا في حلقتنا اليوم، لنبدا. يقال بلي انه سامري هو واحد الرجل من بني اسرائيل من قوم موسى عليه السلام، وقيل بلي انه الاسم ديالو هو موسى بن ظفر. اما السامري فجات من قريه السمراء واللي هم قوم كيتشاركوا مع اليهود في بعض العقائد كيخالفوها في بعضها. يقال بأنه المولد نتاع السامري كان في نفس العام اللي تولد فيه سيدنا موسى عليه السلام، وهو نفس العام إذا كنتوا باقين عاقلين اللي كان فيه فرعون كيقتل فيه الذكور نتاع بني إسرائيل، وخافت عليه أمه من القتل ومشات به لواحد الكهف في الصحراء ويتحطوا تما، ولكن من بعد ماتت. ولكن هذا الطفل بقى بوحدو تما كيبكي وكيغوت من الجوع، وهو صيفط ليه مولانا جبريل عليه السلام باش انه يطعمو ويشربو ويمشي ويخليه ويعاود يرجع ويمشي ويخليه. المهم جبريل غادي يداوم بالعنايه به حتى كبر هذا الغلام. ايوا وخرج عند الناس وخالطهم وعرفوه باسم سامري نسبه لقريه السامره. فكاين بعض العلماء تيقولوا بلي انه لما دخل موسى عليه السلام المدينه ولقى فيها زوج ديال الرجال كيتقاتلوا، واحد منهم كان من قوم موسى والاخر كان من قوم فرعون، فقال اهل الكتاب بلي انه الرجل اللي كان تيدبز مع المصري هو موسى السامري، وهو نفسه اللي مشى برقق بموسى وقال ليه يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بامس؟ وقال له موسى انك لغوي مبين. يقال ايضا بلي انه السامري فصيح الكلام وكيقدر يسحر اي واحد بطريقة الكلام ديالو الفصاحة ديالو. تيقول احد الشعراء فموسى الذي رباه فرعون مؤمن وموسى الذي رباه جبريل كافر. دابا اجي نحكي لكم كيفاش بدات قصة هاد السامري. القصة ديالو غادي تبدا لما كان تيتمشى مع موسى عليه السلام وبني اسرائيل خارج من مصر هروبا من البطش نتاع فرعون، وكان معاه السامري. هاد السامري كان كيتظاهر بالايمان باش انه يخرج مع سيدنا موسى ويهربوا من فرعون، ولكن فرعون تبعهم حتى وصلوا للبحر، وتما فين غادي يحاصر نبي الله موسى وبني اسرائيل، وهو يأمر مولانا نبيه باش انه يرمي العصا ديالو في البحر، وانقسم البحر الى جبلين عظيمين، وما بينهم كانت واحد الطريق اللي هي عظيمه اللي غادي يمشي فيها سيدنا موسى وبني اسرائيل القوم ديالو. ولكن فرعون في هذه اللحظه حس بلي انه هادشي اللي وقع امر عجيب، وهو يوقف بالفرس ديالو باش ما يخرقش في البحر، ولكن مولانا غادي امر جبريل وهو راكب الفرس ديالو باش انه يدوز من ديك الطريق. فلما شاف فرعون الفرس نتاع سيدنا جبريل بدا تيتبعو وكيجري في العرض نتاع البحر وهو يتبعو الجيش ديالو، واغرقهم الله عز وجل
كلهم. حينها غادي يشوف السامري جبريل عليه السلام وهو غادي بواحد الحصان ديالو، وفين ما مشى داك الفرس او فين ما حط رجليه كتحيا من بعده الارض، وهو ياخذ هاد السامري واحد القبضه من اثر فرس جبريل، وقال في نفسه شنو تيوقع، اشنو غادي يوقع اذا خذيت من التراب نتاع هاد الفرس ولحتو على شي صنم او لا شي حاجه. هادشي اللي قال ليه راسو فهاد اللحظه. المهم غادي يكمل السير ديالو مع بني اسرائيل حتى وصلوا للجهه الاخرى من البحر، وبقاو غاديين مع سيدنا موسى تيقلبوا على شي ماوى ليهم، حتى وصلوا لواحد القريه وكان فيها قوم اللي صنعوا اصنام وبداو كيعبدوها وتيقولوا باللي انها كترزقهم وكتحميهم. فالقوم تاع سيدنا موسى عليه السلام غادي يقولوا ليه يا موسى اجعل لنا الها نعبده كما يعبد هذا القوم الهتهم، وزعما من الاحسن انه يكون عجل. غادي تصدم سيدنا موسى من الطلب ديالهم اللي كان ماشي عادي، يا ترى من بعد كاع هاد المعجزات اللي شافوها يقدروا يشاركوا بمولانا؟ مولانا يعلم ما في قلوبهم من شرك، وهذا الامر غادي يبينوا مولانا في القران الكريم لقوله تعالى قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون. فالفكره ديال العجل غادي تطيح في بال السامري، وهنا فين غادي يبدا كيخطط ليها. فكان سيدنا موسى عليه السلام وعد المؤمنين القوم ديالو باش انه يجي واحد الكتاب من الله تعالى اللي فيه اوامر الله ومحللات له والمحرمات عليهم. فلما نجوا من فرعون غادي يطلبوا منه هذا الكتاب اللي وعدهم به، وفي ديك اللحظه سيدنا موسى عليه السلام غادي يسول مولانا باش انه ينزل عليه الاوامر ويجمعها في واحد الوراق وتولي كتاب الله. مولانا غادي امر سيدنا موسى باش انه يصوم 30 يوم وغادي تنزل من بعدها هذا الشيء اللي طلب. المهم سيدنا موسى عليه السلام غيقترب من جبل الطور شوقا باش يسمع الكلام ديال مولانا، وقيل انه لما قرب موسى لطور سيناء اشتاق لمولانا وجاتو المسافه طويله باش انه يوصل داك الشيء اللي بقى ليه، وبقوه هذاك الشوق لمولانا فضاق عليه الامر غادي يخلي القوم ديالو موراه تابعينه اللي معاهم خو سيدنا هارون مشى بوحدو كيسربي شوقا للقاء مولانا. كان سيدنا موسى عليه السلام وعد القوم ديالو بلي انه غادي يغيب عليهم 30 يوم وغادي يجيهم بالالواح، غادي يتاخر في الرجوع لبني اسرائيل، والسامري غادي يستغل هذه الفرصه وقال لهم بلي انه موسى راه خالف الموعد ديالو، وهذوك الحلي اللي معاكم واللي سرقتوها من المصريين راه هي حرام عليكم. وهم يقولوا ليه وشنو نديرو بها؟ غادي يقول لهم فين هو هذاك الذهب نهنيكم منه، غادي يجمعوه وغادي يلوحوه في العافيه. السامري انذاك كان نحات بارع وحتى حد ما كان بحالو في البلده، غادي ياخذ هذاك الذهب وغادي يصنع به العجل. وكتعقلوا قبيله لما قلت لكم على ديك القبضه ديال التراب اللي احتفظ بها من الاثار ديال الفرس ديال سيدنا جبريل، غادي يجبدها وغادي يحطها وسط هذا العجل، ويقال بلي انه خار كما يخور العجل الحقيقي، وقيل بلي انه تحول العجل بجسد ولحم لقوله تعالى فاخرج لهم عجلا جسد له خوارا فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. قيل بلي انه هارون عليه السلام شي مره كان دايز على السامري وهو تينحت ويسولو شنو كتصنع، قال ليه السامري كنصنع ما يضر ولا ينفع، ويجاوبو هارون عليه السلام اللهم اعطيه ما سال على ما في نفسه ويمشي ويخليه. فقيل بلي انه السامري سول هارون عليه السلام باش يدعو مولانا انه يستجب ليه في الدعوه ديالو، غادي يدعي ليه هارون وهو ما عارف شنو باغي، واستجب ليه مولانا وقال السامري ديك الوقت اسال الله ان يكون عجلا، وقال اللهم اني اسالك ان يخور فخار. كانوا القوم تاع بني اسرائيل اذا خار ليهم هذا العجل كيسجدوا ليه، ولما كيخور مره ثانيه كيهزوا ريوسهم. وقال السامري لقوم اسرائيل واش كتعرفوا شنو هو هذا؟ جاوبوا غادي يقولوا لا، قال لهم هذا الهكم والاله نتاع موسى. وبداو تيقولوا مشى موسى باش يكلم ربه ونسب لانه الاله موجود هنا وخرج باش يمشي يتلاقى على الجبل، وفي هذه اللحظه غادي يحبوا هذا العجل حبا جما. سامري غيستغل الفرصه مزيان وغادي يلعب دور الرسول وغادي يولي يترجم لهم ركعوا سجدوا ركعوا، غادي يولي يقول لهم بلي انا ابن الاله، وهذا الامر هو اللي كيدعيه المسيح الدجال بلي انه ابن الله او لا الاله بنفسه. فلما شاف هارون عليه السلام هذا الفعيل من القوم ديالو بدا كينهاهم على هذا الشيء وكيامرهم باش انهم يرجعوا على هذا الشرك لقوله تعالى يا قوم اتقوا الله ماذا تفعلون إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كاملهم غادي يدوروا فيه وغادي يهددوه وكانوا غادي يقتلوه، وقالوا ليه اذهب فإنا لن نبرح عليه عاكفين حتى نسمع
كلام موسى فيه. لما غادي أصر عليهم هارون كانوا غادي يقتلوا حيتاج غادي يحرمهم من الإله ديالهم. المهم غادي يبعد منهم هو وأي واحد اللي ثبت في الدين ديال موسى، وبدأوا في انتظار الرجوع ديال موسى عليه السلام. الجهة الأخرى بالضبط في الطور كان موسى كينتظر الألواح باش أنه يرجع بها للقوم دياله، لقوله تعالى: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ زعما شنو جابك بوحدك وشنو خلاك تخلي القوم ديالك؟ سيدنا موسى بقى حائر في الجواب فقال: هم أولئي على أثري، زعما راه قراب مني كيتسناو العودة ديالي. قيل باللي أنه أمر هارون باش أنه يتبع الأثر ديالو مع بني إسرائيل. أما أنا تيقول سيدنا موسى: عجلت إليك يا ربي شوقا، ما قدرتش نصبر على الميقات ديالك أكثر من هذا الشيء، لقوله تعالى: وما أعجلك على قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. غادي يقول له مولانا: يا موسى راه اختبرنا القوم ديالك باش يخرجوا منهم المؤمن والكافر، والسامري راه دعاهم للضلالة، لقوله تعالى: قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. غير رجع موسى للقوم ديالو وهو غضبان من بعد ما تلقى الألواح من عند مولانا، واللي فيها عرف بلي أنه القوم ديالو ما نجحوش في هذا الاختبار، والسبب ديالها كان السامري. سيدنا موسى بدا كيتسائل: شنو تيدير هارون مع القوم وشنو وقع؟ علاش ما نهاهمش أو اللي يجي يقولها ليه؟ بدا سيدنا موسى تيفكر حتى وصل للقوم ديالو وهو مقلق، وداكشي اللي شاف غادي يخليه يلوح دوك الألواح ويغضب أكثر من الفعيل تاع بني إسرائيل. فلما مولانا خبر سيدنا موسى بلي القوم ديالو تفتنوا، ما تخيلش الأمر بهذا الدرجة اللي شافها هو بعينيه، غادي يغضب بزاف ويطيحوا الألواح من يديه على الأرض وغادي تهرس. قال لهم: اللي بغى ربي يتوب عليه يقتل راسه دابا. دليلا على هذا أنه قال ابن عباس رضي الله عنه بلي أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: ليس الخبر كالمعاينة، أن الله أخبر موسى عليه السلام بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما معاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذا دليل على أنه صدمة سيدنا موسى بما رأى من قومه من بعد كاع دوك المعجزات اللي شافوها معاه، ومن بعد ما نجاهم مولانا من فرعون والقوم ديالو، لقوله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ليه: ما خلفناش الموعد ديالك، راه السامري خدا الحلي ديالنا ودار لنا العجل. سيدنا موسى غادي يمشي لعند خو هارون وهو مقلق، وغادي يشد ليه اللحية ديالو وراسو بعنف، وبدا تيعاتب سيدنا هارون حيتاش ما رجعش القوم على شنو كانوا تيعبدوا، لقوله تعالى: قال: يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ كان هارون عليه السلام ذو حكمة في الكلام ومهدن. لما شاف خوه سيدنا موسى غضبان غادي يجاوبه، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سيدنا هارون غادي يشرح ليه كل شيء، وغادي يقول ليه بلي أنهم كانوا غادي يقتلوه، وخفت لتقول بلي أنه فرقت ما بين بني إسرائيل وتقولي علاش خليتيهم بوحدهم فديك المصيبة وجيتي لعندي. يا ابن أمي ما تشمتش فيا الأعداء، راني درت اللي عليا وما قدرتش على شي حاجة أكثر من هذا. فهاد اللحظة غادي يتأثر سيدنا موسى بهذا الكلام من خو هارون، وغتنزل عليه بردا وسلاما، وغادي تهتنو وعرف بلي أنه هارون ما عنده حتى شي ذنب ولا علاقة في هذا الموضوع، لقوله تعالى: قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهنا غادي ينزل الجواب من عند مولانا لقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. موسى عليه السلام غادي يمشي عند السامري وغادي يقول له: فما خطبك يا سامري؟ هذا التساؤل خلى بزاف ديال العلماء انهم يقولوا بلي انه السامري يقدر يكون هو الدجال، وهذا الشيء عرفوه من خلال الخطاب ديال سيدنا موسى معاه، واللي كان بطريقه لينه، حيت سيدنا موسى ما تيكونش لين في الحديث لما تيكون الموضوع متعلق في حدود الله. هذا الشيء اللي خلى بزاف يتسائلوا علاش سيدنا موسى تصرف بهذه الطريقه مع السامري بهدوء او ليونه، زعما يكون سيدنا موسى عليه السلام عارف شي حاجه في قصه السامري
المهم الله اعلم. نفتحوا قوسين صغار فيت في، اذا فيكم الفضول تعرفوا شكون هو هذا المسيح الدجال، كيفاش بدات القصه ديالو، شنو علاقته بقيام الساعه، خليوها لي لتحت في التعليق ايضا باش انني نبحث في هذا الموضوع ونلبي لكم هذا الطلب. المهم نرجع لقصتنا اليوم. سيدنا موسى غادي يقول للسامري شنو هي قصتك وعلاش درتي هذا الشيء. بدا السامري كيشرح لسيدنا موسى وقال بصرت بما لم يبصر به، بمعنى شفت لي ما شافوش وعرفت لي ما عرفوش. وهو يقول لي سيدنا موسى وماذا رايت وكيف علمت؟ قال سامري رأيت جبريل واللي هو الرسول وهو تيركب فرس تدب الحياة فين ما مشى، وأنا ناخذ واحد القبضة من أثر الرسول اللي هو جبريل عليه السلام، والقبضة معناها اللي كتجمع الكف ديالك. المهم لقوله تعالى قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سيدنا موسى هنا غادي يعرف بلي أنه ماشي قدام رجل عادي، حيتاش كيفاش شاف وفكر وطبق هذا الشيء ديك الساعة. وهو يقول السامري بكل غرور فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، هذا الشيء اللي درت وما بان لي حتى شي خطأ في هذا الشيء اللي درت ولا عيب. سيدنا موسى عليه السلام بان ليه بلي انه السامري ما ندمش على هذا الشيء اللي دار وبلي ما تيبانش ليه راسه غلط. وهو يقول لي سيدنا موسى قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، زعما بعد مني وكعقوبه لك في الحياه حتى حد ما غادي يقيسك، حيتاش مشيتي قصتي شي حاجه ما كانش لك مسموح تقيسها. وهو يعاود يقول لي سيدنا موسى وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. سيدنا موسى عليه السلام غادي يمشي لهذا العجل وغادي يحرقوا له في البحر، واما هذوك اللي شركوا بمولانا واللي عبدوا العجل كان قال لهم مولانا باش انهم يتقتلوا كعقابا لهم، امر بني إسرائيل باش أنهم يشربوا من الماء اللي لح فيه سيدنا موسى هذاك العجل من بعد ما حرقوا. فيقال بأنه لصق في الشفاه ديالهم من ذاك الرماد لكل واحد عبد هذاك العجل في ذاك القوم، وقيل بأنه اصفرت وجوههم، فيقال بأنه الآخرين اللي ما عبدوش العجل غادي ياخذوا السيوف في يديهم وغادي يلقي عليهم مولانا واحد الضباب باش ما يعرفوش الأقرباء ديالهم ولا الأنساب ديالهم ويقتلوا هذوك المشركين. ويقال بأنه تقتل في ذاك اليوم 70,000 واحد من بني إسرائيل. أما السامري إذا كان هو من المسيح الدجال فراه ما كانش حتى شي دليل أو لا نص على هذا الأمر، ولكن شكك بعض العلماء بلي أنه هو فعلا الدجال بسبب الأفعال ديالو اللي كانت غير طبيعية، بحال مثلا القدرة ديال باش أنه يشوف الملائكة وهو ماشي نبي، علما أنه الدجال لما غادي يوقف قدام أسوار مكة والمدينة غادي يشوف ملكين. المهم ليس هناك دليل على هذا الأمر أو لا شي حاجة اللي كتأكد هذا الشيء، وفي الأخير الله أعلم. هذا هو السامري وهذه هي القصة ديالو. كنتمنى أنكم استفدتم من حلقة اليوم، نخليكم على خير في لقاء جديد وقريب، وما تنسونيش كدائما وأبدا من دعم القناة ديالكم بالضغط على زر الإعجاب، ولأي واحد كيدخل عندي أول مرة كنقول له مرحبا بك ضمن عائلتنا، أما اللي أصلا من العائلة فالدار داركم. نضربوا موعد في حلقة مقبلة. سلام سلام.